بحثت الحكومة مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ميجا أولويات التعاون المستقبلي ودور هذه المؤسسات في دعم الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كانت مصر قد أطلقت التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات، حيث كشف أن القطاع الخاص حصل على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ عام 2020 وحتى الآن، والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار.